ورحمة الله وبركاته. أحبتي المشاهدين، وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. اليوم توجه كادر برنامج أرض السواد إلى محافظة البرنامج يحبها لأنه مصور بها الكثير من الحلقات، وهي محافظة واسط وبالتحديد أكثر بالصويرة. حقيقة لأول مرة أسمع بموضوعة المجمع الزراعي. شخصية عراقية محبة للزراعة، كبيرة بالعمر وكبيرة أيضا بالعطاء، اللي حقيقة يعني مسوي مجمع زراعي بمعمل سماد عضوي، ببرادات للفواكه، بتجارب علمية لطلاب الزراعة وأيضا الدراسات العليا، بأمور أخرى، مشاتل زراعية، بموضوع أنه بيوت بلاستيكية، بتجارب بحثية زراعية. يعني حقيقة شخصية مهمة جدا بهذا القطاع، إلى تواصل بمختلف الجامعات العراقية المختصة بالزراعة، لا نقدر نقول ديالى، بغداد، كركوك، محافظة الأنبار، السماوة وغيرها من المناطق العراقية. راح نتجول بهذا المجمع وراح نلتقي بهذه الشخصية اللي حقيقة عندي فضول كبير جدا، أريد أعرف عنها كثير من الأمور، لأن نفتخر بمثل هذه الشخصيات محبة للقطاع الزراعي وداعمة للزراعة بالعراق وللاقتصاد العراقي عموما. إن شاء الله يا رب تكون حلقة ممتعة وحلقة جميلة وتشوفون بها كثير من الأمور اللي راح تعجبكم. ابقوا يا نرحب بك استاذ عدنان في برنامج ارض السواد. اهلا وسهلا. صحتك شلونها؟ الحمد لله بخير. زينه صحتك؟ بارك الله بكم، يحفظكم الله. الله يخليك. بالبدايه يعني اليوم المشاهدين يريدون يتعرفون عليك، لان انا قدمتك بالتقديمه في تقديمه البرنامج. اهلا وسهلا. منو انت؟ وين انولدت؟ وين عشت؟ شو وقت دخلت مجال الزراعه؟ اهلا وسهلا. الله يخليك. الله يبارك بكم. نحن الان في مجمعنا، بسم الله الرحمن الرحيم، نحن الآن في مجمعنا الزراعي، مجمع عدنان هادي الحسوني الزراعي في الصويرة، الواقع في منطقة جواميسة سدة بيت حسوني. ايه. أنا من مواليد 1950. ايه. يعني عمر متقدم، واستحمد الله ويحفظك وينطيك الصحة. الله يبارك بيك أستاذ. والحمد لله عندنا رغبة غير طبيعية بدعم القطاع الزراعي بشقه الحيواني والنباتي وعلى كافة المراحل. انت ولادت هاي المنطقة؟ انا الولادة مالتي في هذه المنطقة، منطقة الصويرة، جويميسة الشرقية، سدة بيت حسوني. يعني من الاسم انت من حسوني؟ نعم 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 نعم. الحمد لله. أيضا أحد الأسئلة، المجال الزراعي، قطاع الزراعي، شو وقت دخلت إليه؟ أنا ابن القطاع الزراعي من أم جابتني، منذ الولادة. منذ الولادة أنا بالقطاع الزراعي. عندك جملة دائما تقول أنا أمي ولدتني تحت النخلة. تحت النخلة فعلا، هي حقيقة، كلام مو آخر. إحنا أم جابتني في البستان. الله. فأصحاب بساتين قديما، أب عن جد، وأصحاب زراعة بكافة الميادين. نعم. قبل ما اجي لهاي المنطقه، نعم، بحثت عليها بالانترنت، يعني تواصلت ويا كم شخصيه. نعم. قالوا لي هاي منطقه زراعيه ومهمه جدا. اكيد. ولكن لما دخلت لها بساتينها متحوله الى منازل. اي، هو هذا قليل البساتين. هذا النظام الجديد، هذا النظام الجديد، وجرف البساتين وما الى حمايه، هذا يجب انه يكون له حمايه ونظام، لا يكون عشوائي. البستان بستان، يجب انه تبقى البستان بستان وتندعم بكافه الطرق. نعم. اريد اسمع معلومات عن هذا المجمع. بالنسبه لي صاحب هذا مجمع زراعي، مجمع عدنان هادي الحسوني الزراعي في الصويره، مجمع زراعي بعده شعب وبعده فقرات. من ضمن الفقرات مثل ما تشاهدون عندنا مخازن تبريد لخزن الفواكه والخضر. هاي المخازن صار لها 20 سنة وبدنا نقدم خدمة، لأنه المخازن يحتاج البلد أو القطاع الزراعي يحتاج المخازن لخزن الفائض من الإنتاج الزراعي والاحتفاظ به لحين
انتهاء الموسم الزراعي بعدين، هذا راح يعكس صورة إيجابية على القطاع الزراعي. صحيح. تمام؟ صحيح. فنتمنى انه بكل منطقة زراعية اكو مخازن تبريد. هاي عندك مخازن تبريد وبعد؟ عندي النشاط المهم وهو نشاط اللي ما حد داخله، نشاط انت موقع مع تحضير الأسمدة العضوية. هذا يعني حديث الولادة عندنا هيك مواقع، فأنا أنشأت موقع لتحضير الأسمدة العضوية من المخلفات الحيوانية والنباتية. نعم. وحسب نسبة وتناسب المواد المواد العناصر الغذائية بالمادة، لأن عندنا عناصر بها زيادة بوتاس، وعندنا عناصر بها زيادة فسفور، وعندنا عناصر بها زيادة نيتروجين. فعندنا دراسات وعندي تواصل مع الأساتذة الأكاديميين بجامعات القطر بصورة عامة. نعم. فعندنا توازن بالنسبة للخلطة، نجيب المخلفات النباتية والمخلفات الحيوانية. قبل ما ندخل بطريقة العمل. نعم. من أي سنة بديت تعمل بموضوع السماد العضوي أو الزراعة العضوية؟ بالزراعة العضوية من 98. من 98 ومستمر عليها. هسه اشرح لي الخطوات، هل مثلا المخلفات الحيوانات تجيبوها من مناطق اخرى خارج العراق؟ بالنسبه احنا وين داخلية. لا وين داخل القطر وين اكو عندنا مخلفات حيوانيه عسى ما تكون باي محافظه نجيبها، مخلفات نباتيه نجيبها. هذه اول عمليه، المخلفات بصوره عامه بها مضار. صحيح. مضار صحيه واخطار حريق واختار تلوث البيئة. احنا راح نجيبها نجي ندورها لمدة 8 أشهر، راح نحولها من مادة ضارة للبلد وللاقتصاد وللمجتمع وللصحة وللبيئة، نحولها إلى مادة عضوية نافعة لنمو النباتات. بأي خطوات؟ الخطوات أول ما نجيب المادة، إذا كانت مواد زراعية قصدي نباتية نسوي عليها عملية جرش. نعم. بعدين عملية تخمير لمدة 8 أشهر. تخمير عملية. نعم. تخمير هوائي. أنا أكو طريقتين بالعملية، هوائي ولا هوائي، أنا أشتغل هوائي. والرد نسوي عليها عملية غسل. نعم. لإزالة الملوحة من المادة. بعدين الغسل يجب أنه يتم قبل التخمير. الغسل قبل التخمير. قبل أول عملية تنظيف وكذا، بعدين نخمرها، الرد نجرشها بالمكاين مالتنا، عندنا جاروشات خاصة لها. نعم. ورا الجرش نرجع نغربلها مثل ما دا يشتغلون. هاي الأولى. غربلة. هاي عملية غربلة لإزالة الشوائب من المادة. نعم. ورا عملية الغربلة نجي نضيف ندعمها بالمواد العضويه، الاضافات العضويه، عندنا اضافات عضويه مثل ما شاهدنا مرشات. اما هاي مرشه مثل ما يعملون الاولاد، نضيف لها ندعمها، وراها هم نغربلها لتصبح ماده جاهزه للتعبئه، بعدين نعبيها ونعرضها للاسواق. تعرضوها للاسواق؟ اي اسواق. يعني هاي المرحله كلها تحتاج 8 أشهر. اي 8 اشهر الى 10 اشهر. زين، ماكو في طرق علمية نقدر نقلل هاي الفترة؟ كل شيء اكو. اي بس احنا الحياة ليس كل ما ينتج يباع، وانما كل ما يباع ينتج. نعم. اول عملية احنا خلنا نوجد اسواق لبيع المنتج. من يصير اسواق لبيع المنتج دي ساعة تدخل. ليش ماكو اسواق لبيع المنتج؟ إذا يعني مادة عضوية وتعبانين عليها. ايه؟ وأفضل من الكيمياويات. نعم. ليش على ما قاعد ترغب؟ قلة التثقيف على استخدام الأسمدة العضوية. عالميا يستخدمون الأسمدة العضوية وينتجون منتج عضوي، ويكون المنتج العضوي السعر فيه 5، يعني إذا الكيمياوي دولار السعر 5 دولار، وبأرقام وبيها. يعني فرضا مثلا. نعم. اذا انه اريد اشتري كيلو مثلا خيار. طماطم كيلو خيار دولار للسماد الكيماوي. اذا استخدم العضوي صار 5 لانه بفوائد صحيه وبيئيه ولا نضيف خالي من الكيمياويات. فاحنا يرادلنا تثقيف اول مره يبدا بالمجتمع، وبعد بالمجتمع المستهلك. نعم. وبعدين نرجع نثقف اخونا او المنتج الزراعي،
لا يصير توازن ويكون هامش ربحي للمنتج طرفين. زين، ممكن انه بالكيماوي يكون الانتاجية اكثر؟ لا، اذا استخدمنا عملية التخمير لا تطلع نفس العملية. نفس العملية مو فرق هواي. مو فرق هواي. زين، بس الكلفة. ايش قد سعر السماد العضوي عن السماد الكيماوي؟ الكيماوي فرضا الطن ماله بمليونين، بينما السماد العضوي مالنا ب 400-500 ألف دينار. يعني ارخص ونفس اي ارخص. مو ارخص، مو احنا عندنا الاراضي مالتنا بها نقص بالماده العضويه، فاحنا من نجي نضيف الكيمياوي. مع الاستاذ هاي معلومه، الكيمياوي خلال الموسم كامل النبات من تعطيه ماده كيميائيه ياخذ اللي يحتاجه، والباقي اما يتبخر او يروح بالمياه الجوفيه، بينما المادة العضوية تبقى في التربة لمدة 5 سنوات. تساعد التربة تقويها. تساعدها وتقويها وتزيد المادة العضوية وتقلل الإيسي وتقلل البي اتش مال التربة، بالأخص تربنا في المنطقة الوسطى والجنوبية. أستاذ عدنان، صارت عندكم تجارب ناجحة مثل أن استخدمتوا السماد العضوي؟ موجودة ذيك وين باستخدام البطاطا. هسه عندي غاد تجربة زراعة بطاطا. زراعة البطاطا شلون صارت النجاح؟ هذه قيمة من 10. شو قيمة؟ انه احنا من زرعنا بالتسميد الحيوي انطانا انبات مالنا 60%، بينما من زرعنا السماد العضوي الانبات مالنا 100%. النمو الخضري بالتسميد الغير عضوي 10 سنتيم، بينما النمو الخضري عندنا 60 سنتيم. رقم يعني افضل كثير، بس الثقافة ضعيفة، وعندنا المزارع مالنا يستروح او يعني يشوفه سهلة عليه استخدام الكيمياويات، يطشن ويروح الله يعني. هذه المادة العضوية السنة يعني سويت تجربة، اني انطيت للحنطة اول سنة انطيت 250 كيلو غرام للدونم، السنة الثانية انطيت 200، السنة الثالثة 150، الى ان وصلت السنة الخامسة ما انطيت والمنتج بالي بقى محافظ، لان الارض اخذت استوعبته. السماد العضوي يسوي هشاشه بالتربه يخليها تتنفس، يحتفظ بنسبه المياه بالرطوبه، يحتفظ. عدنان، حتى يعني استخدام المياه تكون قليله بالنسبه استخدام الاسمده العضويه، اقل من الكيميائيه. الكيميائيه تصلب التربه. اليوم إذا حبينا نوجه الفلاح أي. وتفكيره واستهلاكه من السماد الكيميائي المضر بالأرض أي. والمضر اليوم بصحة الإنسان أي. حسب دراسات أمريكية أنه معظم السرطانات التي تصل بالولايات المتحدة الأمريكية بسبب الأغذية المعتمدة على السماد الكيميائي. كلام دقيق بالضبط. كلام يعني دقيق. أرقامهم. لا كلام دقيق. أي. كيف اليوم من المقصر انه مدى يحول الفلاح العراقي من استخدام السماد الكيميائي الى هذا الاستخدام السماد العضوي اللي ارخص واللي نفس الانتاجيه تقريبا؟ استاذي احنا هسه لو نجد اسواق لاستقبال المنتج العضوي، هسه الان الفلاح مالنا اذا تقول له اخذ منك كيلو خيار ب$4 ب$5 الكل تتجه على الأسمدة، لأنه ما عندنا ثقافة عامة باستخدام أو استهلاك المنتج العضوي. من لهاي الثقافة ايه؟ إنماءها اليوم ايه؟ وترتيبها من مسؤولية منه؟ دولة ومجتمع. من بالتحديد؟ دولة ووزارة الزراعة ومجتمعات منظمات المجتمع المدني. أكو تقصير من الإرشاد الزراعي؟ الإرشاد الزراعي اتمنى ياخذ حجمه الطبيعي بهاي العمليه. الارشاد الزراعي عليه مسؤوليه تثقيف اخونا المزارع واخونا المستهلك واخونا الفلاح باستخدام السماد العضوي او الاسمده العضويه. هي مو بس الاسمده العضويه، عندنا اسمده حيويه هم اوكي ما عندنا مشكله بها، ممكن استخدامها وممكن تعاون وتبعدنا عن المواد الكيميائيه. احنا هسه انت حضرتك بعدك، انا بالسبعين كنا نزرع خيار على الاسمده العضويه الغير مخمره. ريحه الخيار مالتك تجي 4 كيلوات يلا توصلك، 4 كيلو، بينما هسه الخياره وكانما تاكلها بلاستيك. هسه ما نقول احنا ما نريد، احنا هاي ثقافه يعني راد اهتمام وتعاون
كافة الأطراف، منظمات مجتمع مدني، وزارة الزراعة، الجامعات وغير الجامعات، ذن كلهن يتكاتفن ويوصلن الثقافة إلى استخدام الأسمدة. أستاذ عدنان، أكو بعض الفلاحين، بعض المهتمين بالزراعة يستوردون سماد عضوي من الخارج. أي. من الأحسن السماد العضوي من الخارج أو المحلي؟ هذا المختبر أنا أدق أنا على المحلي. أي. بس إحنا هذا المختبر هو اللي يحلل. خلي أخو. عندك أنت معلومات. كل شيء عندي. شنو الأحسن؟ طبعاً مع المحلي. هو ليش اكو احسن من كل المنتج العراقي؟ ماكو احسن منه افضل منه. أه. كل المنتج العراقي. نعم. بكافه نواحيها. عملت هاي التجربه بالجامعات؟ انا عندي الزراعة. عندي علاقه بكافه الجامعات، كليات الزراعه، ومتواصل ومعمم ومسولف، والناس مشكورين. انا اشكر، اوجه شكري الى عمادة كلية الزراعة بجامعة بغداد، عمادة كلية الزراعة بجامعة ديالى، عمادة كلية الزراعة بجامعة كركوك، عمادة كلية الزراعة بجامعة كربلاء، عمادة كلية الزراعة بجامعة واسط، عمادة كلية الزراعة بجامعة البصرة. أنا متواصل وياهم، والكل متعاونين. الكل متعاونين ومستقبلين ومجهين كتب شكر. وعلى طول يعني يسووا لي دعوات للمشاركة بالمعارض والورشات العمل واللقاءات والمؤتمرات الزراعيه. متواصل ويا كل الناس. نعم. وبارك الله بيهم، ويعني مشكورين. والاساتذه الجامعيين بارك الله بيهم متعاونين وياي بصوره عامه. نعم. اي استاذ جامعي اساله يجيني بكل تعجون، هوايه يجيني. وهسه عندنا مشتقه من الاسمده العضويه، عندنا انتجت ماده الهيومك اللي هي مستورده، بينما منتجه محليه. نعم. والتي كومبوست. استاذ عدنان، ايضا نريد نعرف اليوم معلومه انه مهمه، هذا مشروعك زراعي. نعم. ومشروع بانتاجيه. نعم. ومشروع تخدم به الاقتصاد الوطني. أي. تخدم به الزراعه العراقيه. نعم. ايضا موفر فرص عمل لبعض الشباب بالمنطقه اللي انت عايش فيها والحمد لله. نعم. هل انه اخذت قرض من الدوله؟ ابد. ساعدتك الدوله بفضل. انا اريد من الدوله ومن كافه الجهات التثقيفيه فقط. هذا ما تريد شيء من الدوله؟ ابد. انا الله ممكنني ان شاء الله الحمد لله ماديا وارض وكذا، والله يعطينا عمر وعافيه، نخدم القطاع الزراعي باي مجال. نعم. لان هذا راح يرجع على البيئه، استاذ الكريم، هذا راح يرجع على البيئه، يعاون البيئه، يكثر الغطاء النباتي. صحيح. تمام هالكلام؟ صحيح، وياك اتفق. خوش. فاحنا البيئة لازم نعاونها، وانا طبعا وكيل وزير البيئة رحت وتواصلت وياه، والرجل تعاون، وكيل وزير البيئة السابق تعاون، وكل الناس تعاونوا. الحقيقة ما دقيت باب إذا ما تعاونوا. بس هي يعني هذا حكي نقطة من بحر الراد أوسع أوسع أوسع. أستاذ عدنان، الصراحة ايه؟ أنا كل حلقات برنامج أرض السواد لما التقي حتى مع اصحاب مصانع او معامل، اصحاب مشاريع زراعيه كبيره، يحتاجون الدعم الحكومي، مساله القروض، حمايه المنتج وغيرها. انت فقط تريد منهم التثقيف، تثقيف قد لا تثقيف الفلاح وتثقيف المجتمع المدني، ودعم الزراعه العضويه والانتاج العضوي، وحمايه المنتج مالي. لان اذا يجي المنتج من برا ارخص من عندي، بس مو اكفى. وتعرف احنا اخونا ابو المشتل وغيره يدور الارخص، وحتى المستهلك مالنا يدور الارخص. صحيح. تمام. الاغلبيه يعني احنا لن نكون غير واقعيين. تمام. نعم. فهذه يعني اليوم حقيقه كل الشكر لك، اعطيتنا مساحه من وقتك. حاضر. مساحه من جهدك. حاضر. بس الله يطلع مساحه عارف. من عملك انه نصور في هذا المكان. حاضر. تقريبا كم عامل يعمل معك؟ انا اليوم يلا عندي 6، بس انا بات احط 15 حسب الشغل، حسب السحب. أه. وهسه لو يجيني سحب اتعاقد ويا 500، وعدي طاقه وعدي واهس وعدي مكننه، اقدر اجيب مكننه. بس انا من اجيب وما انتج، هسه انا عندي منتج مركون. يعني حسب انت السحب العليل. علي اسالوا اكو سحب، هسه تخل تجيني شركات تقول لي اريد اي كميه 1000 طن، اقول له صار، اتعاقد وارباح جزئيه ما توصل 10%، وراح اخلص البلد من ميزه تبيع هسه. هذا من هو ده؟ انا ده يكلفني
ب 450 ابيع ب 475 اللي 25000 بالطن. بالطن بالطن هاي مال 8 اشهر استاذ فدوى طولك. صحيح هاي مال 8 اشهر تعب وجهد وركض وراس مال وكالة فماكو ثقافة. التحية والشكر لحضرتك. حاضر. واريدك ايضا احنا راح ننتقل الى مكان اخر بالمجمع نشوف. نعم. ايضا نطلع على امور اخرى. حاضر. يعني حقيقه شيء جميل جدا. انا حاضر. شكرا جزيلا. انا حاضر للجميع. مو لكم مو لكم ولا يتوجه على غير مكان. حاضر. الله يخليك. عدنان انتقلنا من معمل السماد. نعم. انتقلنا الى اراضي زراعيه، تقدر تشرح لنا عليها شنو هاي فكرتهن؟ كلها تجارب هاي؟ هذه بالنسبه هذا الموقع تجارب للاسمده العضويه مالتي. لانه انا اشتغل على موضوع التجربه اكبر برهان. بغض النظر اقرا التحاليل. يعني اي مشروع لازم تكون بتجربه. تجربه ابد. تجربه علميه. ابد بحثيه. التجربه بحثيه يسموها. نعم. انا صحيح عندي تحاليل بس التحاليل بصوره عامه ما تتواشق. لانه احنا عندنا الماده العضويه والنسب العناصر المتوفره بها تتبع الماده الاوليه. احنا عندنا قصب السكر وعندنا سعف النخيل وعندنا قصب المحلي وعندنا الادغال. نعم. وعندنا تبن الحنطه وعندنا اصلا تبن الحنطه يختلف من منطقه الى منطقه بالعناصر المتوفره. فايش راح يصير عندي؟ انتج واجي اجرب المنتج مالي. نعم. اشوف مدى فعاليته بالتربه ومتى النمو ومدى الانبات. زين هسه حاليا انه هاي الاراضي اللي احنا موجودين بها. أيه. هاي شنو بتجرب يعني مسوي التجربه؟ دارها شنو؟ هذه خلطت 50% نباتي و 50% حيواني وزرعت بها برسيم. نعم. السماد العضوي يسوي هشاشه بالتربه ويحتفظ بالمياه بالتربه بالمنطقه الجذريه، فالنبات من ينبت راسا اكو رطوبه واكو ماده عضويه ويتوكل على الله ويعطينا انتاج راقي ومنطقه جذريه راقيه ونمو خضري جيد جدا ونمو ثمري جيد جدا. لما يعني استاذ عدنان قلت لي انه انت خلطت بين النباتي والحيواني وقلت يسويها الهشه بالتربه وغيرها من هذه الامور كلها بها ايجابيات. نعم. هل نجحت؟ وش قد نسبه النجاح وش قد تقييم؟ لا نجاح 100%. لا يقارن بين استخدام الاسمده العضويه والاسمده الكيماويه. زين اذا هو دائما تجاربه قاعد تنجح ليش بسوي هذا الامر؟ من هو؟ يعني مثلا مو مسوي اراضي تجرب بيه. انا دا احسب العناصر المتوفره بالماده العضويه اللي فرضا جايبها من غير مكان. الماده العضويه الاساسيه الماده الاوليه اريد اشوف مدى فعاليتها ومدى العناصر المتوفره بها. زين ممكن يعني اكو مثلا فلاح يجي يريد يشتري من عندك. أي. تاخذ راوين التجارب؟ اول قبل ما اسولف مو الفلاح خلي يجيني عميد كليه خلي يجيني وزير. أي. اول مره اشوف التجارب خلي يصير ايضاح. حقول ايضاحيه هاي. نعم. حقول ايضاحيه للناس ما عندي مشكله خلي يشوف يمي ويروح يشتري من اي مكان. ما مو هذا مو الهدف هذا. انا هدف نشر ثقافه الاسمده العضويه والمنتج العضوي بصوره عامه بالقطر. هذا هدفك؟ هذا هدفه. ولا المبيعات ترى ضعيفه جدا ما يسوى فلوس بنزين من بيت لهنا. ثق واعتقد المردود الاقتصادي لمشروعي جو الصفر. لان اول مره الربحيه مالتي انا 10% والسحب صفر. فاذا صفر راح يطلع عندي بس اكو رغبه جانحه عندي. زين من بديت المشروع الى الان تحس اكو تطور الناس؟ ايه؟ الحمد لله. لا 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 لا, لا, لا كن دقيق. الناس دا تسال ودا تتباحث ودا تتعاون وقسم منهم ياخذون واللي ياخذ يجرب السنه لازم سنه اللي يجي ياخذ. ابد ما اجاني مستثمر او ما اجاني فلاح او ما اجاني ابو مزرعه او ابو مشتل اخذوا بعد ما اجى. لا يبقى مستمر. فهذا بطيء لان الثقافه عامه بطيئه.
صحيح، نحتاج تنشيط، نحتاج دور الإعلام، الإعلام والمجتمعات المدنية والجامعات والمكاتب الاستشارية، لا كلها. أكثر المناطق يجون يشترون منك منو؟ أصحاب مزارع النخيل الحديثة. الآن عندنا بدأت مشروع الزراعة النسيجية، الزراعة النسيجية للنخيل، فهذول الكل صار لهم عشر سنوات. أول ما زرع النخلة يجي أخذ مني، وبقى كل سنة يجي ياخذ مني وياخذ بيا محافظات، بيا كل محافظات القطر، من البصرة للموصل لكل مكان. ما عندي، بس العدد ما يوازي الإنتاج، والربحية ما توازي التعب. فهمتك. عارف، فلو أنا أتأمل لمعلوماتك أستاذ، أكو ملاحظة، لو تصير ثقافة عامة 1000 مشروع مثل مشروع ما يلحق على البلد. صحيح. والبلد كان نظاف بيئيا نظاف. نعم. هي المفروض هسه وزارة البيئة تاخذ لي، يعني تدعمني أكثر من باقي، لأن أنا دا أخدم البيئة، بدل ما هذا القصب والسعف يبقى بالبساتين ويجيب الحشرات ويجيب الأمراض ويسوي حرائق، لا أنا دا أستخدم مادة عضوية تسوي حول الهوية. نعم. ندخل بموضوع ذكرت أنه موضوع الزراعة النسيجية. نعم. للنخيل أيضا عندك هذا الأمر؟ هذا عدي، وهذا المشتل مالي هسه. شنو مميزات الزراعة النسيجية؟ مميزات الزراعة النسيجية، أنت من أول مرة لحد الآن ما صار عندنا مختبرات نسيجية مثل غير دول. من غير دول، لا يعني حتى الإمارات لا هو إحنا هسه نجيب من الإمارات، نجيب توربيدات من الإمارات. أول مرة سرعة النمو، وعندنا بصمة وراثية بالمنتج مالنا، وبعدين مردود الاقتصاد جيد جدا. هسه أنا أجيب فسيلة اليوم أشتريها، هاي تهم الناس، أشتريها فرضا 250,000 دينار. أجي أزرعها بالتربة المستديمة، أقدم لها خدمة خلال 5 سنوات، هم 250,000 صار 500. أنا بالسنة السادسة راح تعطيني إنتاج 8 فسائل زائدا 6 فسائل أبطية أخرى. هاي بالطبيعي هاي طبيعي، دا تجينا طبيعي. نسيجية شلون؟ هي النسيجية. لا هي النسيجية دا أحكي لك أنا. عن النسيجية. هذا راح تكلمك عن النسيجية. فصارت عندي 500، يعني بالسنة السادسة انطتني 14 فسيلة. 14 فسيلة من أجي أبيع على 100 هي 1,400,000، أنا كلفتي 500، وما عدا يبقى الأماية إلي تسوى 1,000,000. فمشاريع يجب الانتباه إلها، ودعم المستثمرين، وتشجيع الاستثمار، وبالأخص الاستثمار الدينار العراقي والكاد العراقي، هذا نتمناه. وعندنا هسه مزارع نسيجية بالديالة بحدود 3200، وبالديوانية عندي أخ. هسه مثلا من الصدف أنه خلفك دنشاهد أشجار رمان، أي هاي مستخدمة من عندك السماد؟ لا. ليش؟ ثقافتهم ضعيفة. أها. يعني الأرض اليمك هاي؟ أي الأرض يمك، ثقافة ضعيفة. يعني هاي لو مستخدمين فالشكل انتاجه ممتاز. اخذ السنه منهم جربه. مو هو دا لا حبيبي، انا دزيت على ابو الانبار قلت له هذا نص طن سماد مجاني. ايه جربه، ما اجى اخذه. اجيت على سلمان باق قلت له هذا نص طن جربه للحنطه، ما اجوا ياخذون. للاسف. اكو عندنا عندنا يعني فكرهم انه هذا كيمياوي فقط. شويه اروح لهم ذبله كيلو ومشى يجي يطش سماد. بالعكس، يعني انا عندي مزارع بوتيتا بس ازرع السماد العضوي، وبيوت بلاستيكيه اصلا صحيا وقليل الامراض. استاذ العزيز، تقل الاصابات المرضيه بالنسبه الحشريه والفطريه باستخدام الاسمده العضويه، لان انا اضيف له مبيد فطري حيوي. فشي حلو ومدعوم بكافه العناصر الغذائيه، طحالب بحريه، هيومك، احماض امينيه. نعم. كذا. طبعا اخذنا جوله هنا. نعم. ما شاء الله المزرعه حلوه وجميله جدا. وجوهكم احلى. تنقل بيها. وجوهكم احلى. والاكسجين ما شاء الله. يعني هاي لو تكثر اكثر واكثر لا يختلف. اه 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 اه
نتمنى العائلة، نتمنى الدولة تنتبه وإنشاء مشاريع عضوية وتثقف على استخدام الأسمدة العضوية وتشجع المنتج السماد العضوي وتشجع أصحاب المشاريع إلى إنتاج مواقع سووية. يعني موقع قلت لك ألف موقع مثل ما ما يكفي العراق ألف والله. أستاذ عدنان الحديث مالتك جدا جميل. نعم. ومن النوادر أنه نخلي حلقة كاملة. نعم. لشخصية واحدة إحنا دائما نتنوع. ولكن القامات العلمية نستفاد منها. إحنا ربي يخليك. أنا خادم القطاع الزراعي وحاضر تليفوني مفتوح لكل الاستفسارات وبدون ان شاء الله. انا ايضا احاول عن طريق جروباتنا في برنامج ارض السواد. اي واحد طي تليفون اتواصل هذا. خلي نروح نتجول بغير مكان نستمتع بهذا الجمال. الله يبارك فيك. ربي يخليك. شكرا جزيلا. الله يخليك. أخذنا جولة بهذا المجمع الزراعي، أنا أسميه مجمع زراعي وأنت أيضا مسميه مجمع زراعي. نعم. ممتاز. أريد يعني عذرا أنه ممكن في بعض الأحيان أنه أتدخل بحياة الشخص اللي أتقابل وياه. نعم. واللي أنه أدخل بتفاصيل حياته. ماكو معنى. أستاذ عدنان أنه ألتقي ويا كثير من العالم، دائما يقولون أنه مثلا شبابنا تركوا الزراعة، شبابنا يريدون تعيين، شبابنا هملوا القطاع الزراعي. حتى الناس الكبار بالعمر يعني وصلوا الى مرحله انه ملوا بسبب اليوم الظروف اللي دي يعيشها البلد بموضوعه الزراعه وتراجع الانتاج. نعم. الزراعي. حسب علمي انه انت انسان مواطن عراقي ومحب للزراعه، عندك بعض الامور الصحيه. نعم. والطبيب ما نعكر من انه تتحدث كثير وهذا، بس ما شاء الله يعني بوقت الزراعه تحجب نشاط وتريد تتكلم عن الزراعة وحاب هذا الموضوع. نعم. شنو سر حبك لهذا القطاع؟ نعم. سر حبك لهذا القطاع شنو؟ هو الحياة، الحياة أصلاً بصورة عامة زراعة. الحياة زراعة. أنا مسترخي جداً من أشوف نخلة وأشوف نبات وأحب والبلد. سبق وأنا قلت لك لا بارك الله في شعب قوته من خارج الحدود. ولا بارك الله في شعب يأكل أقل من أكثر مما ينتج. وبعدين أكو موضوع مهم، الزراعة نفط دائم لاقتصاد البلد. يعني أهم من النفط. أنا أصلا نفط عذرا ما التفت عليه ولا عير لأهمية، لأنه الزراعة بها حياة. وبعدين السلة الغذائية، التنوبات عندك نفط وعندك دولار. صح. بس ما تقدر تجيب سلة غذائية. أتمنى يصير العراق عنده اكتفاء ذاتي من السلة الغذائية. نقدر نوصل لمرحلة الاكتفاء الذاتي إذا ضافرت الجهود الخيرة. إذا ضافرت ولا بلد خير من الله بنهرين وبأراضي شاسعة صالحة للزراعة. بما ذكرت النهرين. أي. يقول لك إحنا ما نقدر نوصل لمرحلة الاكتفاء الذاتي وعندنا شحة مائية وأزمة مائية، كيف نتغلب عليها؟ هاي الأزمة المائية فقط تتكاتف الهمم وتستخدم التنظيم الإروائي الحديث بالمنظومات التقطير التنقيط والمرشات. ممكن يعني هذا عندك أنت دونم بألف لتر تطيها ماء، بينما بتطيها بالمياه السيحية يريد لها 15,000 دونم ما تجي، 15,000 متر مكعب، 15,000 لتر. لتر. ما تكفي. فهذه التنقيط، استخدام المياه بصورة صحيحة والمرشات، ممكن هذا النهرين يكفي، والمياه الجوفية. نعم. والاستخدام الأمثل الدقيق، ممكن الاكتفاء الذاتي ونوصل. نوصل الى الانتاج المتكامل. ليش متراجعين بموضوع مثلا السق الحديد، تقنيات الحديد؟ اول مره راح نرجع على المردود الاقتصادي، التشجع المزارع
على الهامش الربحي، هو يتبنى نفسه وممكن هو يروح يجيب مرشات وهو يشتغل. دا اقول لك اعطيني هامش ربحي، اي مشروع، اي مشروع به هامش ربحي بينمو، نمو سريع. نعم. فهذا والفلاحنا يريد يشتغل، بس من يجي يجيب المنتج ويجي المستورد يقعد. يجي اعطيني اعطيني انت هامش ربحي، اعطيني هامش ربحي. هو الفلاح يقيت نفسه. نعم. ويقيت، هو اصلا يجيب قروض، هو يشتغل، هو يتكاتف ويا عائلته. عائلتك دامك بموضوع الزراعه او يقولوا لك يا بابا اتركها تعبت؟ لا خيرين، عائله لطيفه جدا وتشجعني وتعاونني بس يخافون عليك. هو فقط الموضوع ارتاح. لا يدرون، لا انه انا من اجي هنا ارتاح، من اجي هنا ارتاح، ولهذا يقولوا اطلع. لا اطلع، شو وين عندك موضوع ترتاح به اطلع، لان انا عندي قسطره وعندي كذا. الله يحفظك. فداعمه عائلتي داعمه، والخيرين الدائر مداير داعمين، بس هو الدعم يراد اوسع على مصراعيه. انت خلي باكر هسه الحنطه من صارت ب 800 الكل حتى اهل الدولارات اجت تزرع حنطه، لان بي مردود اقتصادي. زين، انا معقوله عندنا بطء بالاستثمار الزراعي بالعراق؟ اي عندنا بطء، ولان ماكو تشجيع، ماكو تشجيع استثمار. انت هسه هذا اللي اجى بالديوانيه وسوى مزرعه ب 4000 برحي، ما حد اجى قال له تعال وعافي عليك وراح تنتج وراح تسوي وراح تصدر. تراجع القطاع الزراعي بسبب عدم التشجيع الاستثمار. احنا سابقا كنا هذا جيراننا الاردن، كان العثق البرح من يروح من الصويره فقط بالذات للبرح يشوفوه لال، بينما الان غور الاردن يغطي اوروبا بالانتاج. ليش؟ اكو هامش ربحي. هسه اي هامش ربحي بالعمل هو يشجع. اي هسه المستثمرين غير يروحون على هامش ربحي باي مجال. صحيح، باي مشروع. خلاص التحميني اخي، احنا عندنا بلد يريد ياكل، وعندنا قع، وعندنا مي، وعندنا ايدي عامله، وهاي الوظائف اللي هي خربت الدنيا. خوش؟ لا صار الترهل الحكومي. انا اصلا مو ويا الوظائف، ومو ويا الوظائف. اجي تعال عندنا مهندسين زراعيين، تعال بابا هاي 100 دونم، هاي 100 دونم، هاي هذا قرض وياها، واسوي لجان متابعه، مو هاك يا اشتي طعامك، مو اسوي لجان متابعه، لا ينمو الاقتصاد الزراعي ويندعم المنتج الوطني والبلدي. ليش سابقا مو كنا نصدر حنطه؟ العراق كان يصدر حنطه؟ انا مصدر حنطه. بيا سنه؟ هاي سنه ال 65. اها. ايه. وين صدرنا؟ للجنوب. منا جانت تجي الدوب تاخذ الحنطه منا تطلعها برا. يعني من ميناء البصره وتروح؟ ايه ايه ايه. ليش شنو مشكلتنا؟ يعني احنا عابرين مراحل الاكتفاء الذاتي بهيك الفتره. ليش شنو مشكلتنا؟ ليش وين كان اكو برتقاله مستورده؟ وين اكو طماطايه مستورده؟ وين اكو خياره مستورده؟ وين اكو رشاد مستورد؟ ماكو. هاجتنا ويا الديمقراطيه مال امريكا. يعني انت تحس انه اذا ذكرت الديمقراطيه الامريكيه، يعني مثلا قناه الايام الفضائيه بقسم الوثائقيات قبل عده ايام عرضت وثائق انه اكو ايادي امريكيه لتخريب الزراعه. يعني انا احس انا اريد تشجيع القطاع الزراعي ودعم القطاع وحمايه المنتج. ليش انا معمل الطابوق مال الصويره واقف هل اجيب طابوق من غير مكان؟ ليش؟ ليش على كل ما نروح انا على الاقتصاد العام احكي عن الزراعه، فالزراعه نفط دائم لا ينضب، وممكن الاكتفاء الذاتي او مو الاكتفاء 50% من الاكتفاء الذاتي، وخلي 50 باقي نستورد. خلاص انت مع تقنين الاستيراد وليس قطع الاستيراد. هي تصير، انا ما اقبل طبقه البيض تصير ب 10000. المستهلك هو ايش كثر وارده؟ ما عندنا مستهلك وارده ضخم ده يتحمل 10، يا دوب يتحمل 3-4000 دينار. تمام هذا صحيح. لا كلامك احنا لا تنظيم وتقنين الاستيراد. اسوي لجان اليوم، اشكو عندنا طماطم راح تنزرع، احسب لها اشكو راح تكفي،
واشجع المخازن التبريد واسوي مكان مناطق حفظ وخلص، واسمح لها تجي من الشمال للجنوب، واخصص الاراضي، اخصص الاراضي. هاي الصويره تقدر تزرع طماطم، خل تزرع طماطم. الغربيه، مناطق الغربيه تقدر تزرع حنطه، خل تزرع حنطه. اسوي تخصيص زراعي، اخطط واسوي تخصيص زراعي. تمام. والله يعني ساني قاعد وياك استاذ عدنان. نعم. اتمنى انه هاي الحلقه تستمر 4 ساعات 5، لان ما شاء الله يعني عدنا كم اليوم. انا يعني صراحه افتخر بهيك شخصيات. انا حاضر يعني، واتعاون ويا كل المواطن العراقي. ولهذا انا اسمي عراقي، من يسالني واحد شنو اقول له عراقي واتشرف. وخاف ما تدري هسه انا عندي بالبيت اعلام عراقيه محاطه ببيت. ايش حد اتحدى احد عنده علم عراقي ببيت؟ انا عندي علم عراقي. انت على عمود القناه. لا انا عندي لا ريت. انا اعتزازي باهلي وناسي ووطني نسوي استفتاء سريع. جعفر عندك علم عراقي بالبيت؟ ما عندي. حيدر بصراحه قرار عندك؟ هسه اثنين ما عندهم، واحد عندي. لا عندك هذول 10 عمال قلهم من عنده عراقي؟ ماكو. انا معتز به. نحتاج انتماء وطني حقيقي يرفع شان العراق. كل التحية والشكر لك على كل هذه المعلومات. اهلا وسهلا، معذرة خاف قصرت. ويعني اهلا وسهلا، هاي الايد عظيمة جدا. حاضر انا حاضر لكل تعاون. رقم تليفوني موجود وتعاون. انا راح هذا تليفونك، انه راح اعطي لك كثير من الخبراء الزراعيين اصحاب المزارع على ابد يستفادون من هاي تجاربك. حاضر كلي حاضر. الله يخليك. كلي حاضر، واي تعاون انا حاضر. شكرا جزيلا. الموقع حاضر لكل الناس. ربي بدون حفظك. استئذان. ربي يحفظك. بدون استئذان. كل التحيه والشكر لك استاذ عدنان، انه اعطيتنا فرصه نتجول بالمجمع الزراعي ونعطيتنا معلومات جميله وشيقه. وهذا واجب انساني. ربي يخليك. واجب وطني. ممنون منك. حب الوطن هذا. ربي يحفظك، شكرا جزيلا. أنا ممنون. الله يخليك. طبعا احبتي المشاهدين، يعني اليوم ممكن المتابع حلقات وبرنامج ارض السواد يستغرب من شيء واحد، انه اليوم تكلمنا مع شخصيه واحده. حقيقه في بعض الاحيان مع احتراماتي لكل الشخصيات اللي ظهرت في برنامج ارض السواد، ولكن شخصيه واحده ممكن تكفي كثير مثل 10 حلقات. اليوم لما شخص وصل الى يعني اكثر من 70 سنه وحاب الزراعة مثل ما يقول مولود تحت نخلة، وهي حقيقة يعني، مو انه نبالغ بهذا الموضوع او جملة مبالغة او غيرها، لا مو صيغة مبالغة، هذا حقيقة. استمر بسنوات كثيرة وكبيرة جدا بالعمل الزراعي، ومن عمره سنوات بسيطة الى ما وصل منه انه اكثر من 70 سنة يبحث ينتج افكار من اجل خدمة الزراعة العراقية. ما احتاج لاول مره تقريبا لاول حلقه ان نشاهد شخص ما يحتاج انه دعم حكومي، يقول بس اريد منهم شغله تثقيف المجتمع بموضوع مثلا السماد العضوي، الارشاد الزراعي دور لازم انه ما يتحجم، يكون دوره كبير جدا. ونطق انه افكار كبيره وعظيمه جدا، فاتح هذا المجمع الزراعي لكل الفلاحين بمختلف المحافظات العراقيه، وحتى ايضا للدراسات العليا، طلبه الدراسات العليا عندهم بحوث، يعني ممكن نلقى ارض بسيطه انه هذا احد مثل الطالب او طالبه عندها بحث فاتح ارضه للجميع. فهذه حقيقه الشخصيات عظيمه جدا، شخصيات مهمه جدا للقطاع الزراعي ومنتجه وغير مستهلكه. نتمنى كثره هذه الامثله الرائعه اليوم مثل ما نلتقي ويا الاستاذ عدنان. ويا رب ان شاء الله طبعا نلتقي بحلقات اخرى، وحلقات اخرى راح نتكلم مع كثير من الشخصيات المهمه. انتظرونا، اليوم كانت حلقتنا في محافظه واسط الصويره، وانتظرونا بحلقات اخرى بمختلف المحافظات العراقيه. مع السلامه. شكرا جزيلا. الله يحفظك. شكرا. شكرا شكرا شكرا.